تردي الخدمات الصحية وارتفاع أجور العيادات الطبية الخاصة أمر بات يرهق كاهل ذوي الدخل المحدود في كربلاء، فبين المرض والعوز يقف المواطن بلا حول ولا قوة أزاءها. حيل قاعد يضربون بالعالم من ال 15 لل 25 فما فوق، زين هذا من يجي كشفيه ما عنده ويجي كشفيه 15 لو 25 تتلاها النوبه يقول له روح سوي تحليل، سوي اشعه، سوي فحوصات، يعني يطلع المريض اللي ما عنده لازم يطلع يموت بالباب ويرجع لاهله. هسه انا وحده من الناس، انا عندي الكلى مالتي صار لها اليوم 14 يوم هايج عليه وهي كلى وحده، ومسويه عمليه انا كلى وحده عندي، ثق بالحسين اريد اروح اراجع للدكتور، الدكتور 15، الكشفيه 15، تحليل 15، اشعه 25، ما ادري شنو، يعني اطلع لي بال 200 300 هاي بالقليل. المواطن الذي بدات تتعبه العيادات التجاريه وليست العيادات الطبيه اللي متواجده في محافظه كربلاء، اليوم نشوف اكو عيادات كشفيتها وصلت الى 35 و40. وفي مبادرة فريدة من نوعها بادرت دائرة الصحة المحافظة وبالتعاون مع شباب خيمة وطن بتنظيم حملة عيادة طبيب تطوع لإجراء الفحوصات وتزويد المواطن بالعلاجات المتوفرة دون أي مقابل. بالنسبة لفعالية اليوم هي فعالية عيادة الطبيب المتطوع، هاي عيادة الطبيب المتطوع تقريبا صار لها سنة تأسست، مبادرة من دائرة صحة كربلاء ومكتب مدير عام متابعة بشكل مباشر، مكانها في حي العامل، مساعدة للناس الفقراء اللي ما عندها إمكانية أن تراجع. اليوم قررنا أنه تكون في ساحة المظاهرات في خيمة وطن، تقديم هاي الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين ذوي الدخل المحدود. ويبقى ذوي الدخل المحدود ضحية التقصير الحكومي الذي ينعكس سلبا على كاهلهم. وتستمر معاناة المواطن العراقي عامة والكربلائي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العراق مع موجات الرعب التي تعصف بالبلاد وآخرها فيروس كورونا. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.